سبب الغضب ديالنا هو كان من الاول على جوده التكوين، على جوده التكوين اللي من 16 ديسمبر 2023 وحنا داخلين في مقاطعه الدروس النظريه والتطبيقيه واوسي الامتحانات اللي ديال الجامعيه، سواء الامتحانات الفصل ديال الدوره الخريفيه. هذا الاحتقان اليوم تجمعوا الطلبه امام كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء شجبن للقرار الجائر اللي هو حل المجالس الطلابيه اللي هي تهموها بتهم جائره لا اساس لها من الصحه، كيقولوا على ان انهم حرضوا الطلبه وانهم داروا بزاف ديال المشاكل باش انهم يوقفوا السير العادي للدروس النظريه والتطبيقيه ومقاطعه الامتحانات. هادشي اللي ما كاينش، وممكن انكم تشوفوا هاد الوثيقه هذه ديال الاشهاد، ديال الاشهاد اللي كتشهد ان اتابع دراستي بشعبه الطب بكليه الطب والصيدله العموميه بالدار البيضاء، اعلن انني اتحمل مسؤوليتي الكامله في مقاطعه الدروس شامله ومفتوحه دفاعا عن حقي في جوده التكوين، تحترم المعايير والنظام البيداغوجي اللازمه. وقد دخلت في هذه المقاطعه بارادتي الخاصه وبعد التصويت في الجمع العام يوم 16 دجنبر 2023 بعيدا عن اي وجهه تحرضهم. هذا الاشهاد اليوم كفيل باش انه يبين على ان هذوك التهم اللي تم اللي تعطاو للطلبه المجلس الطلابي هي تهم باطله لا اساس لها من الصحه. جينا احتجاجا على القرار اللي صدروه البارح بحق الممثلين ديالنا، الممثلين ديالنا اللي كيستمدوا المشروعيه ديالهم منا حنا كطلبه، يعني حنا اللي عندنا الحق اننا نحلوا المجلس، حنا اللي عندنا الحق اننا نصوتوا عليهم ولا ما نصوتوش عليهم، واذ بينا كنتفاجئوا انهم كيحلوا المجلس ديالنا لا ديال الطب لا ديال الصيدله بتهمه التحريض. هادو ما كيحرضوناش، حنا منين قررنا اننا نديرو اشهاد على اننا حنا بارادتنا الحره دخلنا لهاد الاضراب وما كاين حتى شي حد كيحرضنا ولا كيدفعنا، قاموا ان عطاو امر للسلطات انهم يمنعوا ليغاليزاسيون ديال الاشهاد. علاش هادشي؟ علاش انا داكشي انايا متحمله مسؤوليتي عليه وكنشهد به غدا قدام اي واحد كنشهد فيه نيميرو دو كارت ناسيونال، فيه كلشي، كنشهد على انهم ما كيحرضوناش كيمنعوا ليغاليزاسيون ديالو. حنا ما فهمناش هاد الشيء، حنا كنتعرضوا اليوم لواحد المعاملة اللي طالب ما يمكنش يتعرض ليها. حنا دخلنا في هاد المقاطعة هادي بغينا حوار فعال، لأن قبل المقاطعة ما كانش حوار، حنا بغينا حوار فعال. كنتفاجئوا أننا كندخلوا لهاد المقاطعة كنتعرضوا فقط للتهديدات والاتهامات الباطلة، وحتى ملي كنبغيو نمشيو للوقفات ديالنا في الرباط كيمنعونا اننا نمشيو. شحال من اوتوكار تمنع في وجده وفي مراكش وفي بزاف ديال المدن. والبارح خوتنا في كلمين احالوهم المجلس التاديبي طلبه اللي باقين صغار دي بروميير اني، وبداو كيوجهوا لهم في الاتهامات الباطله. حنا ما فهمناش، حنا قلنا بلي ما كيحرضوناش، عطينا اشهاد. شنو 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 الدريع ورا هاد حل المجالس؟ وانتم مع من غتحاوروا منين تم حل هاد المجالس؟ مع من الوزاره غتجلس؟ ياك الوزاره كتجلس مع الممثلين ديالنا، وهاد الممثلين درناهم باش ننظموا حوار. اذا باغين صداع، حنا ما فهمناش، حنا فقط بغينا نتحاورو. وبدخول هاد الشهر كنا نمني النفس اننا غادي نلقاو مع الوزاره حل، ولكن في هاد الشهر المبارك كنتعرضوا لتهديدات وتضييقات وكيمنعونا اننا ندخلوا الكليه ديالنا. يا قلتوا بلي كليه عموميه، وعلاش كتمنعونا اننا ندخلوا ليها وكتقولوا لينا الا كنتوا تدخلوا ليكو دخلوا، ما كنتوش تدخلوا ما تدخلوش؟ علاش كتمشيو دو مع الاباء ديالنا وحنايا بالغين وراشدين؟ الاباء ديالنا عارفين المسؤوليه اللي عليهم، وعارفين علاش كندافعوا على هاد الحقوق، وعارفين ان حقوقنا مشروعه وواقفين معانا، ولكن نتوما كتخوفوهم. هاد التخويف وهاد الترهيب هذا حنا ما بغيناهش يبقى، حنا فقط بغينا حوار، بغينا حوار فعال. 6 و7 سنوات هذه قضية ولا مفروغ منها، كلشي ولا عارف علاش 7 سنين وماشي 6 سنين، القضية ولات قضية كرامة إنسانية. حنا اليوم كنطالبوا فقط بالكرامة ديالنا والحرية ديالنا والحقوق ديالنا اللي كاينة في الدستور واللي ولاو كيخلوا بها. إلا خليتوا بهذوك الحقوق إذا عندنا الحق كاملين نخرقوا القوانين، ولكن هادشي حنا ما بغيناش. حنا فقط بغينا بلادنا تتقدم في جميع لي دومين، ماشي دومين واحد على حساب الآخرين. فقط هادشي اللي بغينا، وممثلين ديالنا حنا معاهم حتى الآخر، كيف ما دافعوا علينا من الأول حتى لدابا مازال غندافعوا عليهم، لأن حقوقنا مشروعة ولأن الدستور والقانون كيحمينا، وحنا في دولة الحق
القانون. علاش القانون غادي يكون ضدنا الوغ حنايا ما كنديروا حتى شي حاجه غلطه؟ وحنا اليوم حنا كاملين دوينا معكم اليوم في هذه الوقفه هذه، حنا طلبه عاديين وماشي ممثلين، حنا فقط طلبه كايها الطلبه كلنا عندنا نفس الصوت. حنا لا مجلس لا طالب عادي لا طالب في السنه الاولى في السنه الثانيه في السنه الثالثه في اي سنه عندنا نفس الصوت. فقط هادشي اللي كاين، حقوقنا مشروعه وغنبقاو ندافعوا عليها وما غاديش ندخلوا حتى تحقق لنا الحقوق ديالنا ويكون حوار فعال.